السلام عليكم. اليوم في شيوة أم واليد راح ندير لكم مقرو تاع المقلة. طلبوه مني بزاف الأخوات المشاهدات، راح نبين لهم الطلب تاعهم. دائما يقولوا لي بلي تفتح لنا في المقلة. اليوم راح نعطيكم وصفة يعني ناجحة 100%، ما راحش تفتح لكم إن شاء الله في المقلة. واش راح نحتاجو؟ إذا راح نحتاجو زوج كيسان تاع الفارينة، يعني الكيل تاعي راح نكيل بالكاس، زوج كيسان تاع السميد شوية خشن، شيشة يعني قصدي شيشة يديروا به القلب اللوز والمقروط، وكاس تاع مارغارين ذايبة أو زبدة، مارغارين أو زبدة، المزهر، معجون تاع التمر، الغرس، والنقاش باش نقشوا الحلوة تاعنا، والعسيلة لازم تكون ثقيلة كما راكم تشوفوا. هذه أنا خدمتها في الدار، وبعد نعطيكم الرابط تاعها باش تجهزوها. ها هي. إذا راح نبدأ طريقة التحضير، هذا الحسن نخلوه من بعد. مام الغرس، راح نبدا في العجينه. اذا راح ندير السميد تاعي، اللي هما زوج كيلات تاع السميد. ودائما نعطيكم نصيحه انكم يعني تجربوا كميه قليله، الا ما نجحتش ما فيهاش خساره. عمركم لا تجربوا كميه كبيره، تقدري تجربي مام بنص كاس، جربي كمية قليلة فقط، وإلا عجبك زيدي الكمية. راح ندير له قرصة تاع الملح باش يجينا بنين، شوية ملح. راح نخلط هاد المقادير، إن شاء الله تعجبكم الكيفية تاع اليوم. يعني كاين اللي يقول لك ما نديروش الفارينة، لكن حنا هكا نديرو بهذه الطريقه باش نسهلوا على الاخوات اللي راهم مبتدئات وما ينجحو لهمش الوصفات. بهذه الطريقه ان شاء الله راح تنجح لهم. ها هو السميد والفارينه خلطناهم، السميد يكون نوع الخشين، تشيشه يعني الرقيقه ماشي تشيشه ديك الخشينه بزاف. ها هي. راح نزيد لهم الكاس تاع المارغارين، ذوبتها وبارده ما تكونش سخونه. إذا أنا حنبسو باليدية، خلوه يتشرب هاديك لا مارغارين لي درناهالو. وبنيتية وانا استعملت سميد من نوع سيم، لانهم يسقسوني يقولوا مش من نوع سميد اللي درتيه، سميد سيم. يعني يشرو النوع تاع السيم اللي يديروا به قلب اللوز، قلواطيني السين تاع القلب اللوز راح يعطيكم هذا. اذا راح نخلو العجينه تاعي تريح ونجوزو. عفوا نغسل يدي. نجوزو التمر نخدموه. ها هو التمر تاعي الغرس، نقوه مليح لانه خطات نصيبو، احيانا نصيبو حبيبات صغار، يعني جوزوها كامل بين صباحتيكم بهذه الطريقه. واش راح نزيد له انا هذا التمر باش يجينا طري، وكي يدخل ما راحش يبس. راح نزيد له شويه تاع الزيت، حوالي زوج مغارف كبار، وراح نعجنو بيدي مليح ونزيد له المزهر. زيدوا المزهر ونعجنوا حتى تولي عجينه طريه. المزهر هذاك هو راح يخليه لنا طري، وكي نقلوه ماش راح يبس لنا التمر، راح يبقى هكاك طري. يعني نجرب كل خطره نعطيكم استوس. راح نزيدوا المزهر وعجنوا حتى يولي طري، يولي عجينه نقدروا نخدموا بها عادي. الا درتوه مباشره
كي تقليوه ولا ديروه في الكوشة راح ينشف هذاك الماء، ينشف منه يولي يابس، لكن كي ديروا له المظهر بالزيت راح يبقى طري. مازال عندي شويه يابس، نزيد له شويه تاع المظهر. ها هو شوفوا كيفاش ولا يولي طري، كي تدخلي صبعك فيه يدخل بكل سهوله. انا راح نحبس هنا مباشره، راح نعملوا الحرابش تاعنا. اذا هنا نجوز لطريقه التحضير. واش راح نديروا؟ ما راح نشمخوا كامل العجينه على ضربه، كل خطره نشمخوا شويه، قسما نخدموا فقط. انا راح ندي شويه قيس حربوش نخدمو مليح، نفتحو باش ميبقاوش الكعابر فيه. بهاد الطريقة واش راح نديرو؟ أنا هنا المظهر زدتلو الماء ونبدا نرون فيه، نديرلو الماء والمظهر، نخلطو فقط بالأصابع ما نعجنوش كما راكي تشوفي. نزيد له شويه فقط. اذا هنا راح نحبس. هاي الشكل عندي عجينه بالخف. واش راح ندير؟ نحكم كيس بلاستيكي هكا باش نسهلوا على روحنا الخدمه. ندير هذاك العجينه تاعي نديرها في الوسط. الكيس بلاستيكي راح يساعدك بزاف، نديرو في الوسط فتحة، نحكم التمر تاعي، نعملو حربوش. ها هو طري كيما راكم تشوفو، ميتعبناش. نغلق الحربوش تاعنا، ونعاونوا روحنا بالكيس بلاستيكي. كما قلت لكم الخدمه راح تجينا سهله بزاف، احسن من اليد، والعجينه ما تجيش فيها تشققات. نسيت باش نغطي هنا التمر تاعي، نخلوه باين ونسقموه. راكم تشوفوا راح نرقوا شويه في الوسط روشين، وبالكيس باش راح يفتح لنا. وتبقى لنا الدنيا نقيه وخدمه متحوفه. هاهو الحربوش تاعنا واجد بيان فيني. اذا الان واش راح ندير؟ راح نحكم حربو الموس عفوا ونقطع حبات. بسم الله، حبات قد بعضاهم. اذا ها هي الحبه تاع المقروط تاعنا. واش راح ندلو؟ راح نحكم له النقاش ونقشو. ها هو راح نزيد لكم حبه. كما وصيتكم كي ديروا الماء والمظهر ما تعجنوش، لموا فقط. باش تجيكم الخدمه تاعو سهله وما يتعبكمش. ها هي نزيد حبه. نقشوه. وهنا كل وحده
وكيفاش تخدم. انا نعطيكم الفكره، انتم التزيين كما حبيتو. اذا انا حنكمل الحبه تاعي كامل تاع المقروط ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا انا هنا بعد ما كملت كامل المقروط تاعي، ها هو يعني هذاك المقدار ده اللي حوالي 20 حبه كي عبرت بالكاس. هنا باش يعرفوا الاخوات كي حبوا يديروا الكميه كبيره شحال يديروا الكيل، اسكو يضاعفوه ولا واش يديروا. اذا وجدت المقله فيها الزيت والعسل لانه من المقله مباشره في العسل. اذا راح نبدا نقليه، بسم الله. اذا نبدا بالحبات الاولين اللي خدمتهم، نحطهم في الزيت، نقليهم مليح على الجهتين. اذا انا حنقلي كما قلت لكم، نبداو بالحبات الاولين اللي خدمتوهم. الطريقة اذا انا حنقليه، اذا هنا بعد ما تحمر المقروط تاعي مليح نرفدوه من الزيت كما قلت لكم مباشره في العسل، نطفوه في العسل بهذه الطريقه. راح يشرب لنا العسل كي يكون سخون. كما راكم تشوفوا نطفوه مليح في العسل، وقد ما خليتوه في العسل راح يعطي لنا نتيجه مليحه. نخلوه يطوي في العسل، يعني لقدرتو نهار كامل معليش. اذا انا حنكمل نقلي المقروط تاعي ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو المقروط تاعي بعد ما قليته كامل. ماذا بكم قلت لكم تخلوه في العسل ساعه ساعتين او نص نهار كامل باش يشرب لنا مليح العسل، باش نصفوه من ذاك العسل. خلوه ما تقلقوش عليه، ومنين داك قلبوا الحبات لكن غير بالعقل باش ما يتفتتلكمش. نلتقي فيما بعد. اذا ها هو المقروط تاعي واجد بعد ما خليته في العسل تقريبا ساعتين، صفيته درته في الكيسات كما راكم تشوفوا. اذا لعجبتكم الوصفه تاع اليوم ديروا لي جيم لا فيديو، بارطاجيوها لي زامي تاعكم، شاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. وانا هنا راح نقسم لكم حبه باش تشوفوه كيفاش جانا من الداخل. بسم الله، ها هو شوفوا شحال طري وجا مرمد من الداخل. ها هو المقروط تاعنا، ان شاء الله تكون استفادوا الاخوات اللي طلبوا مني المقروط تاع المقله، لانه صعيب شويه يقول لك يتحل لنا بزاف المقله. هذه الوصفه راهي ناجحه 100%، والاهم انها بنينه ويجي طري ويجي مرمل ومعسل مليح. تبعوا النصائح فقط، العسيل لازم تكون ثقيله بزاف، وان شاء الله راح تنجحوا فيها. والى الملتقى مع وصفه جديده.